ماما بغيت نشكرها حيت كتصبر معايا بزاف بزاف بزاف، ما سمحاتش فيا واخا يمكن ما يعجبهاش داكشي اللي كندير. اي كاميرا نيتا كرونا صافي بوت بول صديقه سالغيرا مبارك. انيل تو پاگل ہے میں ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهنديه. اضطراب ونفور صادم في علاقة نور فتحي بوالدها يخرج للعلن، وحقائق حصرية وصادمة تفاجئ الجميع. هل هناك كره دفين بين نور فتحي وأبيها؟ وما سبب هذه العداوة؟ وهل بالفعل والد نور فتحي غير راض عن جرأة ابنته كما هو رائج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انهيار وبكاء النجمين أنيل كابور وأنوبام خير والآخرون أمام الجميع، ومقاطع حصرية من قلب الحدث. تصرفات عليا بهات المستفزة تجعلها محط سخرية وانتقاد، ومقارنتها بكاترينا كيف في آخر ظهور لها. عشق ہے پیار گندے قد احتفل النجمان عليا بهات ورامبير كابور بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما، وبهذه المناسبة قام الزوجان بزيارة منزلهما قيد البناء في بندرا، وكانت الصحافة الهندية على استعداد كامل للوصول إلى عين المكان وتهنئة الزوجين. اتفاجأ الجميع بتصرفات عليا بهات المستفزة لحظة رؤيتها للكاميرا، إذ وصفها البعض بالصبيانية وعدم النضج، إذ أصبحت عليا بهات محط سخرية وانتقاد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها كمية غير معقولة من التعليقات، إذ علق أحدهم قائلا: عليا تحاول جاهدة أن تظهر أنها تعيش قصة حب بعمق، لكن الواقع مختلف تماما. كما أضاف آخر قائلا: رامبير لا يحبها، لقد تزوجها فقط لتلبية أمنية والده ريشي كابور الأخيرة، ولقد أوفى بوعدها. في حين قام العديدون بالإشادة برزانة كاترينا كيف وحفاظها على حياتها الخاصة بعيدا عن التباهي على عكس عليا بهات، إذ علق أحدهم قائلا: عليا لا تحاولي، انظري إلى فيكي وكاترينا اللذين يعيشان حياة في الخفاء ولا يحاولان التباهي بأي شيء حتى كونهما من المشاهير. لقد قام النجم المخضرم أنوبام خير بتنظيم أمسية موسيقية إحياء لذكرى صديقه الراحل النجم ساتيش كوشيك في ذكرى عيد ميلاده يوم الخميس، إذ انضم العديد من نجوم بوليوود ومشاهير الهند لهذا الحدث، إذ كان الحدث استثنائيا ومليئا باللحظات المؤثرة. إذ قام أنوبام خير بدعوة أنيل كابور للانضمام إليها إلى خشبة المسرح، إلا أن أنيل لم يستطع تملك نفسه وانفجر باكيا ورفض الانضمام وهو في حالة تأثر وانهيار. إليكم هذه المقاطع. Then I'll request the Anil to come and talk few words. I know you will come. It's okay. Heroes always cry and friends cry. Aja. بعد أن سطع اسم نور فتحي بشكل سريع، أصبح فضول الجميع يتجه صوب معرفة تفاصيلها الشخصية وحياتها الخاصة، فدائما ما تؤكد نور فتحي أنها قد واجهت الكثير من المشاكل العائلية وافتقارها للدعم والمساندة من طرف الأسرة، إذ عانت نور فتحي من التفكك الأسري بسبب طلاق والديها، واضطرت إلى ترك دراستها لإعالة شقيقها وضمان لقمة عيشها في غياب والديها اللذين فضل كل واحد فيهما بدء حياته من جديد والزواج مرة أخرى.
تصرحت نورة فتحي في أحدى مقابلتها السابقة أن والدها قد رفض بشدة دخولها عالم الفن. فذات مرة عندما كانت نورة فتحي في عمر 8 سنوات أخبرت والدها بحلم دخولها عالم التمثيل، وكان جوابه صادما وأجابها بنبرة صارمة قائلا: لا تتحدثي عن ذلك مرة أخرى، إذا كنت تريدين أن تفعلي شيئا ما في الحياة فمن الأفضل أن تكوني محامية أو طبيبة أو مدرسة. إذ لاحظ المعجبون من خلال تصريحات نورة فتحي أن هناك نفور وعلاقة مضطربة بينها وبين والدها، علما أنها غالبا ما تقوم بشكر والدتها أمام الملأ وتوجيه رسائل مؤثرة لها وتجاهل ذكر والدها أو التعبير عن حبها لها. والأكثر من ذلك، لا توجد أي صورة لنورة فتحي رفقة والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أكد على أن هناك علاقة مضطربة بالفعل بين نورة فتحي ووالدها، وبين من رجح أن والد نورة فتحي يفضل إخفاء هويته عن الجميع لأنه رافض بشدة ما تقوم به نورة فتحي وغير راض عن جرأتها التي اكتسحت العالم. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات.